طيب أنا دكتورة مي مازن رح أعطيكم General Review of History and Physical Examination in Pediatrics. رح نحكي أهم الأشياء عن الهيستوري والفيزيكال إكزامينيشن بالبيدياتريكس اللي بتميزوا عن الأدلتس اللي مفروض أنتوا أخذتوا محاضرات عنه وبتعرفوا. طبعاً I can't stress enough on the importance of history and physical examination in establishing the diagnosis سواء بالبيدياتريكس age group أو بأي اختصاص تاني. As for here medical students, you should be able to take a full history, perform a proper physical examination by the end of this year. بالأول رح تحسوا إنكم يمكن تعملوا أشياء أنتم مش فاهمينها أو بتسألوا أسئلة أنتم مش عارفين ليش بتسألوها. أسرع شباب. بس مع الوقت هذا this will يعني improve your practice later on. هاي المحاضرة لحالها ما بتكفي، مفروض تحضروا فيديوز رح نبعث لكم إياها، ومفروض كمان الريفرنس تبعكم هو ماكلاودز. هلأ in pediatrics we deal with multiple age groups على عكس باقي التخصصات. إحنا في عنا كل age group لها خصوصيتها. في عنا neonates up to 1 month of life، في عنا بعدين infants من 1 month ل 1 year، وبعدين في عنا children. In Jordan, غالباً إحنا we pediatrician deal with age group up to 13 or 14 years of age. بعد هيك we refer them to the adult service. Why pediatrics population is different? هذا مهم. What's peculiar about pediatrics population? أول نقطة هو the history is taken from a person other than the patient. بالبيدياتريكس في عنا بالهيستري تيكينج a third party اللي هي غالبا بتكون المذر، بس ممكن يكون الاب، ممكن تكون الجده، ممكن حدا ما بتتخيلوه، ممكن الجاره تعطيكم هيستري، ممكن العمه تعطيكم هيستري. يعني actually this is a challenge انك تحكي مع مريض او تحكي مع شخص هو مش المريض، مش رح يقدر يعملك ديسكريبشن للسيمتوم زي بباقي، زي انك تتعامل مع ادلت عم بيشكي من بين مثلا. Second point, the cooperation of the child cannot be guaranteed. برضو هاي challenge. أنت ما بتقدر إنك تطلب من المريض to lie on supine أو to roll from side to side. مش دائما تقدر تعمل هذا الإشي. بدك تفحص المريض بالoptimal condition لإله. أحيانا الmost comfortable لإله. أحيانا وهو بحضن أمه ممكن تفحصه. تستنى تينام عشان to elicit reflexes تبع CNS examination. Third point that's peculiar about pediatrics هو إنه parents may place their own interpretation of events. هذا كتير مرات بصير. For example تيجي الأم بتحكي لك الطفل مفلوز، شو أنت بتروح بتحط بتشوف complaint tonsillitis ولا sore throat؟ هو بيكون إيش السيمتم غالبا؟ بيكون fever. المريض عنده fever. تيجي الأم she places her own interpretation تحكي لك هو مفلوز. فأنا ما لازم to swallow the diagnosis تبع المدر. I should respect her concerns بس ما بصير إني أخذ the diagnosis زي ما هو. Fourth point هو the expression of the disease is influenced by the child age and the developmental status. Example على هذا الإشي هو الـ UTI for example. مثلاً بالأدلت الـ UTI ممكن تيجي بسيمتمز مشتركة بين معظم الناس، frequency, urgency, nocturia, dysuria، بينما بالبيدياتريكس خاصة مش التولي تريند below 3 years ممكن يجي sole manifestation of UTI هو الفيفر. ممكن بالearly infancy بالneonates يجي picture of sepsis، fever، lethargy، inactivity. الشباب اللي ورا لو سمحتوا. ممكن بالlate infancy يجي picture of gastroenteritis، fever وdiarrhea and vomiting، ويكون عند المريض UTI. فهذا الإشي مهم. آخر point هي variation according to the age. وبهذا الإشي بدنا نحكي يعني تحديداً عن ال weight واللي هم خلينا نحكي ال growth parameters بشكل عام. ال weight وال height وال head circumference
الفاليوز لحالها لا تعني إشي بدون to relate it to the age. يعني ما بقدر أحكي أنا الويت تبع الطفل اللي عمره 5 سنين 30 كيلو وخلص أكتفي. I should plot it on the growth chart. لازم تكون معكم كلكم. وبعدين بشوف إنه within the normal ولا above the normal ولا below the normal. برضو هذا الإشي ينطبق على the vital signs. الفيتال ساينز بتختلف حسب الايج. يعني ممكن مريض مثلا ريسبيراتوري ريت تكون 40 اعتبرها نورمال بلو ايج 1، افتر ايج 1 اعتبر الطفل تكبنك وان ريسبيراتوري ديستريس. فذيس از فيري امبورتنت تو بيكيولير ان بيدياتريكس. طبعا لما بدكم تيجوا تاخذوا هيستوري وتعملوا فيزيكال اكزامينشن يو شود بي بريبيرد، يو شود انتروديوس يور سيلف تو ذا بيرنتس اند تو ذا تشايلد. اذا كان كبير شوي you should be friendly to them, you should be a good listener to the mother concerns. أكتر حدا بعرف الطفل هو أمه. إذا حكت إنه في إشي تغير عليه غالباً ما بنقدر نعمم، بس غالباً بيكون في إشي تغير على الطفل بغض النظر عن الانتربريتيشن تبعها. قلنا we should not swallow her diagnosis، بس لازم نعرف إنه في إشي تغير على الطفل عشان هيك جابت على الطوارئ. وقلنا take mother concerns into your consideration. رح نبلش بالهيستوري. زي أي هيستوري تانية، أي هيستوري ببلش بالpatient's profile: name of the patient, age of the patient, gender, site of residency, referral site. referral site سواء من الـ ER، من الكلينيك، ممكن من other hospital refer المريض. والإشي الزيادة اللي بالبيدياتريكس إنه بنهاية البيشنتس بروفايل رح أكتب الـ source of history. يعني the history was taken from the mother for example، أو the history was taken from the grandmother. بعد البيشنتس بروفايل في عنا chief complaint. chief complaint هو السيمتم اللي خلت الأم تجيب ابنها على الطوارئ. فهو it's a brief statement of the primary problem that caused family to seek medical attention. the primary problem. هلا ممكن تيجي الأم تحكي لك 4 5 6 symptoms، ممكن تقول لك عليه حرارة وبستفرغ وإسهال وكذا، بس إحنا بالهيستوري بدنا نحاول نعرف إيش أكتر symptoms جابت الطفل. ممكن عليه مثلا دياريا من أسبوع بس اللي جابوا الفوميتينج من يوم. وممكن اكتب up to يعني انه يكون في عندي 2 symptoms بال chief complaint. it's acceptable fever and vomiting مثلا since 1 week. مهم كتير بال chief complaint انه to use the mother's word. بشكل عام بالhistory I should use the mother's word. استخدم medical terms. for example حكت عنده عيونه مصفرة ما بكتب jaundice. عنده وجهه مزورق ما بكتب cyanosis، بكتب bluish discoloration around the mouth مثلا، yellowish discoloration of the sclera. زي ما المذر عملت describe the symptoms بكتبها، بس كمان بالعقل. يعني مثلا أحيانا الأم تحكي الطفل مصفر بس قصدها إيش؟ قصدها شاحب. لازم أفهم أنا يعني مصفر هل هو جوندس ولا هل هو بلر. وطبعا it's very important to include the duration of the chief complaint in the chief complaint. هلا اهم بارت بالهيستوري بكل برضه الايج جروبس مش بس بالبيدياتريكس هو الهيستوري اوف ذا بريزنتنج إلنس. اعمل فول ديسكريبشن للإلنس اللي جاي فيه المريض بلس ريليتد بيرتيننت بوزيتيف بيرتيننت نيجاتيف. بغض النظر عن البارت اللي هي من الهيستوري، هلا رح نشوف الهيستوري اكثر من بارت. ممكن انا تو انكلود ان ذا هيستوري اوف ذا بريزنتنج إلنس معلومه هي بالباست ميديكال هيستوري او هي بالفاميلي هيستوري، بس اتس ريليتد وبتساعدني بالديفرنشال دايجنوسيس. هلا انا ليش باخذ هيستوري فيزيكال اكزامينشن تو استابليش ذا دايجنوسيس؟ ليش بعمل هيستوري اوف ذا بريزنتنج إلنس؟ عشان أشوف the most likely diagnosis وto exclude other diagnoses. فأنا أي معلومة بأي part من الهيستوري related أو بتساعدني بالdiagnosis لازم to put it here in the history of the presenting illness. for example مريض أجا ب recurrent shortness of breath. he's previously healthy وأنا مش عارفة شو السبب، شو ممكن يكون differential diagnosis، وشكيت إنه ممكن يكون أزماتك هذا المريض أو chronic cough مثلاً و abnormal breathing sounds. شكيت إنه أزماتك. I should put here إنه هل هو مثلاً non-case of asthma ببلش فيها،
أو إنه مثلاً إذا هو مش previously diagnosed لازم أحكي إنه مثلاً في عندك family history of asthma أو atopy أو personal history of eczema، يعني بجيبها من مكان تاني بالهيستوري بحطها بالهيستوري of the presenting illness لأنها related حتى لو negative. عشان هيك قلنا pertinent positives and pertinent negative، يعني لما يجيني حكينا shortness of breath وما عنده family history بحط negative family history of atopy أو personal history of eczema. طيب next في عنا systemic review. systemic review هو review of all systems regardless of the you know related to chief complaint ولا not related. هلا بالنسبة لل history of the presenting illness أي symptom related للسيستم اللي جاي فيه المريض، for example جايب كف أنا باجي على ال respiratory symptoms و I should put it in the history of the presenting illness. وشغلة تانية إنه يعني إذا related للسيستم أو related للduration أنا لازم أقيمهم من هون أو أكررهم مرتين وأحطهم بالhistory of the presenting illness. أما بالsystemic review بغض النظر related مش related إلها دخل بالسيستم ما إلها دخل أنا I should include it، بسأل بالتفصيل أشياء بتعرفوها يعني general head and neck symptoms respiratory CBS GI CNS genital urinary and musculoskeletal. بعد السيستميك ريفيو أنا بدي أسأل عن الباس ميديكال هيستوري. and when I say past medical history I should include any دكتورة معانا any previous major medical illness المريض تشخص فيه. طبعا نرجع بنحكي إذا المريض المرض اللي متشخص فيه it's significant للchief complaint اللي هو جاي فيه I should include it in the history of the presenting illness. يعني برجع على الhistory of the presenting illness بحكي known case of asthma presented with shortness of breath ما بستنى لهون. بس هون is not related بحطها أي major illness هو متشخص فيه أي previous surgery عاملها أي previous admission أو hospitalization يعني إذا دخل المريض على المستشفى من قبل I should include all the current medications المريض ماشي عليها. ولما أحكي current medications ما بكفي بس أسماءها، بدي أحكي الأسماء المديكيشنز، بدي أحكي الدوزز تبعيتها، بدي أحكي إذا المريض compliant ولا مش compliant عليها وإذا في side effects. كله هذا لازم I should include it in the previous medical history. بعدين نسأل عن أي allergies أو history of blood transfusion. Next في عن البرينيتال هيستوري اللي إشي هو بتعلق بالبيدياتريكس ايج جروب. وطبعا أهم إنه لما يكون الطفل أقل من سنتين هذا كتير كتير مهم، بس إحنا بنسأله بشكل عام بغض النظر عن عمر الطفل. بس لما يكون الطفل خاصة خلينا نحكي بالإنفانسي ممكن أنا أذكر معلومات أو أجيب معلومات من البرينيتال هيستوري أحطها برضو بالهيستوري of the presenting illness مثلا full term ولا pre term. هلا بنحكي البرينيتال هو البرينيتال تشمل برينيتال وتشمل نيتال وتشمل بوست نيتال. البرينيتال يعني قبل الدليفري يعني during pregnancy. بدي أسأل قديش المذرز ايج كان during pregnancy لما ول أو لو ما ولدته مش هلا قديش عمرها. يعني الطفل عمره 5 سنين ما بسأل الأم قديش عمرك هلا، بعدين بسأل قديش عمرك هلا، بس بسأل قديش كان عمرها لما ولدته والpregnancy course هل صار في أي complications وبس specifically صار fever infection. تفضل دكتورة. أوكي هيك طيب بسأل إذا في أي complication during pregnancy زي infection إكلامسيا أو pre-eclampsia diabetes hypertension إذا كانت يعني على regular antenatal care مهم كتير. بعدين في عندنا النيتال يعني during delivery رح أسأل عن المود of delivery سواء cesarean أو vaginal وإذا vaginal هل في instrumental use ولا ما في زي forceps مثلا. رح أسأل إذا البيبي انولد crying ولا مثلا not cried وحتاج resuscitation. رح أسأل postnatal عن birth weight إذا احتاج NICU admission neonatal ICU admission إذا صار عنده jaundice صار عنده أي complication.
هذا كله بدي أسأله بالبرينيتال هيستوري. الجستيشنال ايج مهم طبعا، حكينا تيرم او بري تيرم اتسترا. نيكست في عندنا نيوتريشنال هيستوري برضه فيري امبورتنت ان بيدياتريكس. رح أسأل إذا البيبي بياخد بوتل فيدينج أو بريست فيدينج. إذا بوتل فيدينج بدي أشوف شو هي الفورمولا وأشوف البريبريشن تبعها. البريبريشن مهم لأنه كتير أحياناً أمهات خاصة البرايمي ما بيعرفوا كيف يحضروا الملك، وبيجي الطفل مثلاً بفيلر تو ثرايف أو نوت جينينج البروبر ويت تبعه، بتلاقي الأم بدل ما تحط مثلاً 30 سي سي أو معلقة على 30 سي سي بتحط على 60 سي سي. فأنا لازم تدق ديب بالنيوتريشنال هيستوري أشوف كيف الفورمولا بريبير. أسأل عن الـ age of weaning. في حدا بعرف شو يعني الـ weaning؟ شو يعني الـ weaning دكتور؟ من بعرف شو يعني الـ weaning دكتورة؟ شو يعني weaning؟ شو يعني weaning؟ لابسة أصفر الفطام؟ شو يعني الفطام؟ يعني cessation of feeding. خطأ طبعاً. الويننج مش cessation of feeding، هو الانترودكشن اوف سوليد فود regardless. يعني انا بلشت الطفل وقفت رضاعه ولا ما وقفتها، انترودكشن اوف سوليد فود هو تعريف الويننج، اللي هو غالبا بيكون between قديش او على اي عمر مين بعرف؟ 6 مانث تقريبا، ممكن قبل بشوي اعمل انترودكشن للسوليد فود. فانا مهم اسال عن الايج اوف ويننج. بالأطفال اللي أكبر ممكن أنا أسأل بشكل عام إنه باخد ريجولر دايت، أو إنه مثلاً هل هو بيكي إيتر، بيختار بحب أشياء معينة وما بحب أشياء. نيكست في صوت هنا. طيب نيكست في عنا growth and development، هاي لها محاضرة كاملة رح يعطيكم إياها دكتور مهدي بعد هاي المحاضرة. في عنا four main domains للdevelopment رح تاخدوها بشكل مفصل. بعدين في عندنا الباكسينز نسأل الطفل عنها، وما بكفي اكتب بالهيستوري انه vaccination up to age. I should include متى اخر باكسين، هل صار complications بعد الباكسينز ولا لا، وكمان اذا الطفل اخذ اكسترا باكسينز مش موجودين بالناشونال جولي بروجرام. بعد الباكسينز في عندنا الفاميلي هيستوري. طبعا فاميلي هيستوري افضل شيء انه تو درو ا بيديجري، ارسم الاب والام زي الميل مربع والفيميل دائره، واشوف شو وين المريض وايش عدد اخوانه البنات وعدد اخوانه الذكور، واشوف اذا في اي هيريديتري ديزيزز كلهم هيلثي ولا لا، اذا في ايرلي ديثز كونجنتال انوماليز او كروموزومال بروبلمز، وإذا الـ parents consanguineous أو لا. مهم كمان قرابة. social history. social history برضو زي الأدلت، بسأل عن living situation، وين ساكنين، شقة فيلا، well ventilated مش well ventilated، في حواليهم pets، composition of the family قلناها بالfamily history، occupation of the parents، insured عندهم insurance ولا ما عندهم. طيب ان شاء الله تكونوا ستيل اويك. هلا هيك خلصنا الهيستوري بريفلي. طبعا حكينا يو شود ريفير تو ذا ماك لاود، هو الريفرنس تبعكم. في اي حدا عنده سؤال على الهيستوري؟ هيستوري تيكينج بيدياتريكس. ليش طلع صوت؟ في حدا عنده اي سؤال؟ طيب نيكست في عندنا الفيزيكال اكزامينيشن. اوكي هلا جنرال برينسيبلز ان فيزيكال اكزامينيشن، في اشياء مشتركه بين الاشياء اللي بدنا نعملها بالبيدياتريكس وبالادلتس. دكتور شو بدك تعمل لما بدك تعمل فيزيكال اكزامينيشن لمريض؟ لما بدك تعمل فيزيكال اكزامينيشن لمريض شو بتعمل؟ اخذت حضرت المحاضرات اللي قبل دكتوره، حضرت المحاضرات الأسبوع الماضي. شو بتعمل لما تكتب الفيزيكال إكزامينيشن؟ كيف بتبلش؟ طب اقرأ سلايد.
طيب you should introduce yourself to the parents and to the child. إذا الطفل كبير وبحكي لازم أعرف يعني أعمل زي relationship بين بيني وبينه. I should wash my hands. برضه هاي إشي مشترك بأي physical examination لازم الهاند هالجين. لا أتغسل قبل. يعني غالبا بيكون الهاجين على باب الغرفة. قبل أول ما تدخل يعني. بتيجي مغسل إيديك. والله دخلت وعرفت عن حالك وبدك تعمل physical examination ومعك الهاجين في الشنطة. ما تفرقش يعني. طيب بعدين you should gain consent برضو من البيرنتس وكمان من الطفل نفسه. You should explain what you are going to do. عادي be honest to the child. ما في يعني ما بنحبش نكذب على الطفل. إشي مثلا بدك تاخذ جلوكوتشيك احكي له غزة إبرة بسيطة. بدي أعمل أوتوسكوب شوي uncomfortable عادي بشرح له للطفل يعني. You should warm the place. إيديك يكون warm. Stethoscope يكون warm. You should assure privacy. حتى لو pediatrics age group privacy كتير مهمة. And adequate exposure. طبعاً بعتمد على السيستم اللي بدك تعمل examination. الإكسبوجر حسب يعني بالبيدياتريكس مثلاً بالنيوبونز بنحب يكون fully exposed للبيبي. هلا شغلة مهمة to keep the child comfortable as possible. حكينا إنه cooperation تبع child cannot be guaranteed. فأنت مهمتك إنك تخلي الطفل cooperative. كيف بعتمد على الايج. ممكن إذا طفل صغير يكون معك خرخيشة تلعبه بالمفتاح تفتح له فيديو على اليوتيوب أي طريقة تخليه يعني هادي وكمفورتبل بالإكزامينيشن. طفل أكبر شوي ممكن أفتح معه حوار عادي شو اسمك من أصحابك شو اسم أخوك وين أخوك يعني لازم أعمل حكينا هاي ريليشنشيب مع الطفل عشان يكون كمفورتبل ويسمح لي أعمله إكزامينيشن. شغلة تانية مهمة بال يعني general principle of examination in pediatrics هو the order of the examination. هلا هذا بيختلف عن الأدلتس. بالأدلتس مثلا احنا بنحكي inspection بعدين palpation بعدين percussion. هنا انا ممكن اغير الاوردر عشاني وعشان الطفل. اول اشي عشان من least distressing لل most distressing فببلش مثلا auscultation قبل palpation. وشغلة تانية عشان أقدر أسمع لأن لو بلشت palpation وبلش يبكي الطفل ما رح أقدر أعمل auscultation وأشوف الفايندينجز على auscultation. adequate exposure يعني شو بدك تكشف بالمريض عشان تفحصه يعني مثلاً بدك تفحص precordium exam أو chest exam بدك تفحص chest الأبدومين من النبز للساعي مثلاً هذا الأدكوت إكسبوجر أكوردينج للإشي السيستم اللي بدي أفحصه. طيب أي إكزامينيشن بغض النظر شو هو بدي أبلش بجنرال إكزامينيشن بغض النظر الإكزامينر شو حكالي قال لي إكزامين سيستم ولا إكزامين أريا ولا أعملي فوكس إكزامينيشن لازم أعمل جنرال إكزامينيشن. يشمل أول إشي بجنرال أبيرنس أوف ذا بيشنت. هذا سهل بس كلكم بتلخموا فيه ما بعرف ليه. يعني أنا جنرال إكزامينيشن أو جنرال أبيرنس بدي أجي أعمل ديسكريبشن للطفل اللي قاعد قدامي أحكي هو قاعد ولا نايم متوجع ولا مش متوجع والله إيتينج بلف حوالين أمه شو الأشياء اللي حواليه حاطط أو تو ماسك معلق في كانيولا مركب كانيولا ومعلق ألبيومين. بدي أعمل ديسكريبشن اللي أنا بشوفه أنا بعيد عن المريض لسه ما قربت منه looks in pain ولا مش in pain ولا comfortable limping المريض على ويلتشير ماسك كين وعم بتعكز عليها. second بدي أعلق إذا في specific posture للطفل شو بتعرفوا posture معينة ممكن يجي فيها الطفل هذا بالسي إن إس إكزام. في حد عنده جواب؟ تعرف الفروغ لايك بوزيشن والسيزرين سامعين فيها ولا لا؟ لما يكون عنده هايبوتونيا ويكون
كل إجراء على التخت زي هيك فروغ لايك بوزيشن نسميها أو سيزرينج مثل المقص بيكون الإجراء لما يكون في سباستيك عنده أبر موتور نيورون ليجن. فبدي أعلق إذا في سبيسيفيك بوتشر، ما في سبيسيفيك بوتشر خلص. مهم كتير أعلق إذا في ديسمورفيك فيتشرز عند الطفل، برضو هذا منه أنا بعيدة لسه ما قربت، لسه ما لمست الطفل، ما لمست المريض. وإذا في كلر يعني هذا الكلر مثلاً لا بدي أقرب شوي، والله جوندس بدي أشوف السكليرا ما رح يعني بدي أقرب شوي أخليه يرفع عيونه لفوق أتفرج على الكلر بالسكليرا. سينوسز مثلاً وين بشوف السنترال سينوسز؟ بالميوكس ممبرينز عند التانك، والبيريفرال سينوسز بالفينجرز. من الجنرال اكزامينيشن بيدخل دكتور ورا. دكتور لو سمحت نشرح. طيب الفايتال ساينز في عنا هاي بتدخل بالجنرال اكزامينيشن، في لها خصوصية حكينا انه بتعتمد على الايج، كثير من الفايتال ساينز بيعتمد على الايج تبع الطفل. I should include it. The blood pressure, the temperature, the pulse, the O2 sat. The growth parameters مهم كتير، وزي ما حكينا دائما لازم يكون معنا the growth chart and to plot them on the growth chart عشان أحكي وين بالضبط ال weight تبع الطفل. هلا بنشوف واحدة من the growth chart. بعدين بدنا نعلق إذا في respiratory distress signs أو dehydration signs. شو الريسبيراتوري ديستريس ساينز بتعرفوها؟ شو رأيكم؟ حدا يرفع ايده؟ ويزنج از ساين اوف ريسبيراتوري ديستريس. شو رأيكم مع ولا ضد؟ ويزنج مش ساين اوف ريسبيراتوري ديستريس، مش من ساين اوف ريسبيراتوري ديستريس. ماشي، بس كل ويز هي سان شو يعني ريسبيراتوري ديستريس؟ تكبنيا، تكبنيا ريسبيراتوري ريت تكون ابوف ذا نورمال، تكبنيا هي ون اوف ذا ساينز. شو كمان؟ سينوسيس. هم خمسة. كلابينج، كلابينج سان ريسبيراتوري ديستريس؟ نو اتس نوت. طيب حكينا تكبنية، تكبنية المريض، سينوس، نيزل فليرينج. عمركم شفتوا النيزل فليرينج أو متخيلينها؟ نيزل فليرينج الألم زي تكون هيك تطلع تنزل لأنه من التكبنية ومن الريسبيراتوري ديستريس. الألم نزاي اللي هي الأنف نفسه، يعني هدول تبعون الأنف بيطلعوا بنزلوا. النيزل فليرينج الجرانتينج بكل مرض هيك هات صوت الجرانتينج هو اكسبيريشن اجينست بارشلي كلوز ابيجلوتس. الجرانتينج سانز اوف ريسبيراتوري ديستريس. والخامسه هي ريتراكشنز الانتركوستال، سواء انتركوستال او سوبرستيرنال او سبسترنال ريتراكشن. بعدين في عندنا دي هايدريشن سانز. ايش الدي هايدريشن سانز بتعرفوها؟ فلر؟ نو نو. ليش صار في صوت؟ دكتورة بالريسبيراتوري ديستريس شو اللي عرفتيهم انتي؟ اوكي جرانتينج وريتراكشن. طيب ديهايدريشن ساينز اللي هو السانكن فونتانيل اذا كان فونتانيل اوبن، طبعا درايد ميوكس ممبرين. شو كمان؟ ايش هو؟ شو يعني ويكنس؟ هذا مش من الديهايدريشن ساينز. ديهايدريشن ساينز ديبرست فونتانيل او سانكن وسانكن ايز، دراي ميوكس ممبرينز، ديليت كابيلاري ريفيل. قديش النورمال كابيلاري ريفيل؟ بتعرف تعمل الكابيلاري ريفيل ولا لا؟ تعرفوا الكابيلاري ريفيل؟
كابيلاري فيل لي تقريبا من 2 to 3 سكند لو تضغط على اصبعك هيك وتقيم البريشر وتشوف متى بيرجع الدم متى بيرجع احمر 2 to 3 سكند اكثر من هيك هذا ديليد كابيلاري فيل ذس از ا ساين اوف ديهايدريشن تمام وفي كمان البرولونج سكن تيرجر برولونج سكن تيرجر اخذتوه هاي بمحاضره الباطنه ولا لا شو سكن تيرجر هاي لما زي لما يكون صايم الواحد ويا اما هون على الفينجرز او على ستيرنا مرات للتشيلدرن كيف بيعرفوا الصايم بتطول بالضبط هاي برولونج سكن تيرجر هاي من الديهايدريشن ساينز طيب خليكم معنا طيب اول اشي من الفايتال ساينز بدنا نحكي شوي عن التمبريتشر بالاطفال اللي هي بتختلف عن باقي الفايتال ساينز انها ما بتعتمد على الايج بس بتعتمد على الراوت كيف اتاخذت انا التمبريتشر بالاطفال ممكن اخذها اورالي وممكن اكزيلري وممكن ريكتالي او بالاير الموست اكوريت هي ريكتالي او بالاير لانها ات ريفلكتس الكور بدا تمبريتشر بينما الاورالي والاكزيلري يعني بتاثروا بالانفايرمنت فعشان هيك الموست اكوريت هي ريكتال او الاير وهي نورمال اب تو 38 بس احنا عاده بالاطفال بنبلش يا اورالي يا اكزيلري الاورالي نورمال اب تو 37.5 والاكزيلري نورمال اب تو 37.3 بعدين من الفايتال ساينز في عندنا البلاد بريشر البلاد بريشر مش زي الادلتس عندنا قراءه واحده 120 على 80 نحكي فوق ال 120 على 80 هذا بري هايبرتنسيف ولا هايبرتنسيف لا بيعتمد على الجندر وبيعتمد على الايج وبيعتمد على الهايت سنتايل للطفل هلا في عندنا في صوت يا جماعه في عندنا زي معادله صغيره هيك هي بتعملنا استيميشن هي مش دقيقه انه السيستوليك بلاد بريشر ان بيدياتريكس يساوي 90 زائد 2 ضرب الايج ان ييرز يعني مثلا اذا كان عمر الطفل 3 سنين خلينا نحكي قديش بيكون بتوقع السيستوليك بلاد بريشر 96 اذا 3 سنين ثلاثة باثنين الايج ان ييرز ضرب ال 2 زائد 90 رفلي بتوقع انه طفل عمره 3 سنوات يكون السيستوليك بلاد بريشر تبعه 96 هلا بشكل يعني بشكل اكيوريت اكثر في عندنا هذا الجدول كيف نتعامل معه قلنا انه البلاد بريشر بيعتمد على الجندر تبع المريض ففي عندنا مثل هاي بالضبط للجيرلز هاي للبويز بيعتمد على الايج هاي الايج شايفينها بالروز على جنب 1 2 3 4 and 5 وبيعتمد على الهايت وتحديدا السنتايل اوف هايت هاي شايفين فوق بيرسنتايل اوف هايت للسيستوليك بلاد بريشر بيرسنتايل اوف هايت للدياستوليك بلاد بريشر طيب هلا انا عندي بوي فور اكزامبل الايج تبعه خلينا نحكي هذاك البوي اللي هو عمره 3 سنوات شو بدي اطلب هلا بدي اطلب انه اشوف الهايت تبعه قست الهايت تبعه حطيته على السنتايل طلع فور اكزامبل على 10 سنتايل باجي وين ال 10 سنتايل هاي 10 سنتايل بنزل هيك للعمر 3 سنين رح الاقي انه 50 سنتايل للسيستوليك بلاد بريشر على هذا الايج وهذا الهايت هو 87 الافرج تقريبا 87 والماكسيمم اللي هو 99 سنتايل لهذا برضه بنرجع نحكي البوي اللي عمره 3 سنوات اللي الهايت تبعه 10 سنتايل هو 112 فأي قراءة systolic blood pressure above 112 this is hypertension for this patient رح أجي على diastolic blood pressure أعمل نفس الإشي المريض عمره 3 سنوات السنتايل of height عدت رح أنزل هيك الأفرج يكون الدياستوليك blood pressure 44 والماكسيمم مفروض 71 فأي قراءة حكينا فوق ال 112 على 71 لهذا الطفل بهذا الجندر بهذا الهايت
هي أي قراءة أعلى من 112 على 71 هي hypertension. واضح؟ البرسنتايل اوف هايت يعني انك تطلط the height on the growth chart زي ما رح نشوف هلا وتحدد ايش السنتايل تبعته. هلا بنشوف. طيب باقي الفايتال ساينز اللي هم زي البولس والريسبيراتوري ريت بيعتمد حكينا على الايج. رح تلاقوا اكثر من مصدر وفي شويه ديفرنسز بين القراءات بس هذا الجدول من ماكلاود اللي هو الريفرنس تبعكم. Up to 1 year, the pulse acceptable up to 160, respiratory rate up to 60. من 2 years to 5 years, pulse acceptable up to 140, and the respiratory rate up to 40. من 6 to 12 years, pulse up to 120, respiratory rate up to 25. وبعد هيك بصير زي الأدلت بعد 13 سنة اللي هو البلس between 60 and 100 وريسبيراتوري ريت من 15 to 20. هذا الجروث تشارت اللي بدي أطلع منه السنتايل تبع الويت وتبع الهايت وتبع الهيد سيركمفرنس. حكينا الجروث بارامترز للتشيلدرن ما إلها معنى بشكل مجرد، ما يعني أحكي الوزن 30 والطول 130 سنتي ما إله أي معنى، لازم تبلطت أنت جروث شارت وأحدد إنه إف إتس نورمال ولا لا. الجروث شارت الموجودة هم في عنا 4 جروث شارت، في تنتين للبويز وتنتين للجيرلز. للجيرلز في عندنا من البيرث تو 2 ييرز ومن 2 ييرز ل 18 ييرز، وللبويز نفس الشيء من بيرث تو 2 ييرز ومن 2 ييرز ل 18 ييرز. فانا رح لازم يكون معي بالمستشفى دائما فور جروث تشارتس وحسب المريض اللي قدامي اطول الجروث تشارت المناسبه. طيب هلا جيت الطفل فرضا خلينا نحكي شايفين الارقام انتم هون 10 مونث ماشي هي 1 يير شايفين 1 يير شايفين الوان يير؟ طيب وان يير وقديش بدك يكون وزن الطفل مثلا؟ 10 كيلو بحكي زميلكم. طيب رح اطلع هيك شفت وين تقريبا تقاطع العشرة كيلو؟ هاي 10 كيلو هون 10 كيلو شايفين البوينتر صح؟ هاي 10 كيلو وهي سنة رح اشوف وين بتقاطع ورح الاقي انه هون بتقاطع. هذا الخط كامل هو الـ 85th centile. طبعاً في برضو في شوية اختلافات في الـ WHO CDC اللي هم الـ growth chart في أشياء أقل واحد الـ 5th centile وأعلى واحد الـ 95th centile مش فارقة كتير بس أنتوا على المبدأ. فهذا أنا على 10 كيلو على عمر السنة هو على الـ 85th centile. فشو يعني هذا؟ شو يعني شو الانتربريتيشن لما احكي حدا طول وزنه على ال 85 سنتايل؟ في حدا بيقدر يحكي لي؟ 100% يعني اي حدا الجندر تبعه العمر تبعه هو اطول من 85% او انصح لانه احنا عم نحكي عن ويت من 85% واقصر من 15%. طيب على 97 مثلا هون لو كان وزن الطفلة خلينا نحكي 11 أو 11.5 رح تكون أعلى إشي بالنورمال يعني هي تقريبا أعلى من 97% من اللي بعمرها. بعد هيك رح نصير نحكي إنه في عنا مشكلة بعد الـ 97 سنتال أو بعد الـ 95 سنتال حسب الجروث شارت اللي أنا عندي. رح أحكي إنه في عندي بروبلم والمريضة أوفر ويت مثلا، أو مثلا لو كانت سنة ووزنها فور إكزامبل 6 هاي تحت الثيرد سنتاي فذيس إز برضه أبنورمال. أوكي نفس الشيء في عندنا جروث شارت للهايت وفي عندنا جروث شارت للهيد سيركمفرنس. في حدا أي حدا عنده سؤال عن الجروث شارت؟ رح تستخدموها كتير لأنه كلكم فاهمين. طيب احكي لي انت عمر الطفله بدك تشوفي تبلوت ذا جروث شارت تبلوت هيرويد على الجروث شارت قديش بدك عمر الطفله؟ سنتين. ها لو حكيتي لي 3 سنين رح اقول لك هذا ما رح يزبط رح نروح لواحد ثاني مش حاطيته انا هون. طيب سنتين قديش بدك يكون وزن الطفله؟
طيب رح هاي سنتين شايف البوينتر طلع الشاشة هون طلع الشاشة هاي سنتين أوكي وهي 12 كيلو أنا بقول لك أنت مش شايفة يمكن مزبوط هاي 12 كيلو رح أوصل هذا الخط رح أجي للأخير على السنتين رح ألاقي إنه وين أو هون هون النقطة يعني زي إحداثيات أنا حددت النقطة النقطة بين الـ 50th centile والـ 85th centile مفهوم؟ النقطة الإحداثيات اللي أنا حطيتها على سين وصادق تذكروا من التوجيه سين وصادق السينات العمر والمحور الصادي الوزن جيت حطيت الإحداثيات تبعتها بشوف إيش الكيرف اللي سقطت عليه النقطة ممكن ما تسقط على كيرف زي هون فبحكي بتوين الـ 50th والـ 85th أو مثلاً بقدر على الـ 75th centile فباجي بستنتج إنه طفلة وزنها أكثر من 75% من اللي بعمرها وأقل من 25% فأنا بقدر أعمل ري أشورنس للأهل طالما إنه طلع عندي يعني طالما إنه عمرها سنتين وطلع عندي وزنها بين الـ 9 كيلو هون وبين الـ 14.5 طفل عمرها سنتين بين 9 كيلو والـ 14.5 I can reassure the parents إنه هي ما عندها مشكلة لأنه كتير مرات parents بيجوا بيحكوا لك ابني صغير ابني ناصح ابني طبعاً دائماً في بريشر على الأهل إنه بيكون في أكثر من طفل بالعيلة بيصيروا يقارنوا إنه هذا أنصح من اللي بعمره أو مش عم بيكسب منيح وزن بس هي normal differences يعني أنا على عمر السنتين acceptable إني أشوف طفلة وزنها 9.5 acceptable إني أشوف طفلة وزنها 14.5 وthis is normal difference فأنا هذا الإشي كتير بيساعدني أي حدا تاني عنده سؤال عن growth chart مفهوم للكل طيب هدول كانوا general principles هلا بالنسبة لل examination of the systems دكتور تفضل بهذا الشور تبع ال WHO 97 تبع ال CDC 95 طيب هدولك كانوا general principles عن examination in pediatrics وجنرال اكزامينيشن هلا بالنسبه للسيستم اكزامينيشن رح نحكي هون بس ريسبيراتوري كارديوفاسكولار باقي الاشياء في فيديوز وفي كمان ممكن نحكي بعضهم سكيلز لاب وزي ما حكينا بتدرسوهم لحالكم كمان من ماكلاود طيب ريسبيراتوري اكزامينيشن لما انا يجي حدا يحكي لي اكزامين ذا ريسبيراتوري سيستم شو بفرق عن اكزامين ذا تشست مثلا هذا برضه سواء بالباطن سواء بالبيدياتريكس شو بفرق عن بعض شو رايكم شو راي الدكتور دكتوره دكتوره بالتشست بدك تفحص الابدومن لا بالتشست بفحص بس التشست بعمل جنرال اكزامينيشن وبفحص التشست بالريسبيراتوري اكزامينيشن لازم افحص اي شيء ريليتد للريسبيراتوري سيستم او ريسبيراتوري بروبلم سواء بالهاند سواء بالفيس باي مكان تمام فانا مهم اشوف الاكزامينر ايش بده مني بده افحص بس تشست ولا افحص ريسبيراتوري اكزام او سي بي او مثلا سي بي اس اكزام فيرسس بريكوليوم اكزامينيشن بالريسبيراتوري اكزامينيشن رح ابلش جنرال اكزامينيشن زي اللي حكيناه من قبل جنرال ابييرنس اوف ذا بيشنت ان بين نوت ان بين بس في اشياء رح اركز عليها اكثر لانه ريسبيراتوري سيستم رح اركز اكثر على السراوندينج اكويبمنت بتوقع بالريسبيراتوري وورد الاقي اطفال كثير على O2 سواء فيس ماسك سواء نيزل كانيولا ممكن الاقي بالاي سي يو اطفال على فنتليتر لازم اعلق على هذا الشيء بدي اعلق اذا في اودبل بريدنج ساوند او اذا الطفل كافينج مثلا هلا لما نحكي اودبل يعني مسموع باذني مش مسموع بالسماعه لسه ما قربت على الطفل وما حطيت السماعه عليه هذا ما له دخل بالاوسكلتيشن هذا أودبل بإذني أنا بسمع مرات إذا كان الويزنج
سيفير ممكن أنا أسمعه من بعيد، ممكن الأم تيجي تحكي لك بالهستري تقول لك في ويزنج، بس طبعاً نرجع نحكي ما بحطها بالهستري ويزنج، بحطها مثلاً نويزي بريدينج، أبنورمال بريدينج ساوندز. طيب بعدين بالجنرال برضو إكزامنيشن للريسبيراتوري رح أعلق على ساوندز بريسبيراتوري ديستريس، حكينا عنها النيزل فليرينج، حركة الأنف مع الريسبيريشن، شوفوا فيديو عنها بالبيت. تكيبنيا، والتكيبنيا حكينا مش زي الأدلت إنه فوق العشرين ديس إز تكيبنيك، بيعتمد على الإيج تبع الطفل. سوبرستيرنال انتركوستال أند سبكوستال ريتراكشنز، تعرفوا الريتراكشنز ولا لا؟ ولا لازم تشوفوا فيديوز برضو، تشوفوا فيديوز بالبيت. وسينوسز وجرانتينج. طيب إشي تاني بدي أعلق عليه، رح أعلق إذا الطفل عنده بالر ولا لا، إذا في عنده سندرال سينوسز، كليفت لب أو كليفت بالت. طبعا عدم وجود كليفت لب لا يعني عدم وجود كليفت بالت، ممكن تكون اللب انتاكت والطفل عنده كليفت بالت، عشان هيك أنا لازم خاصة بنيو بونز تو انتروديوس ماي فينجر وأشوف إذا في كليفت ولا لا. الالرجيك شينرز والالرجيك سالوت ساين هلا بنشوفهم بالصور. وحكينا طالما انا بدي اعمل اكزامينيشن لكل الريسبيراتوري سيستم لازم اشوف اي ساين بتدلني على ريسبيراتوري ديزيز، حتى لو بالهاندز مثل الكلابينج او البيريفراسينوسس. بالماوث وبالميوكس ممبرين هذا السنتراسينوسس، بالفينجرز وبالبيريفرال يعني بشوف البيريفرال سينوسس. هاي هي الالرجيك شينرز، وهاي هي الالرجيك سالوت او كريس. هذول الاثنين في حدا بيعرف وين موجودين؟ هذول بالالرجيك راينايتس بيكونوا، هذول الساينز بنشوفهم بالالرجيك راينايتس. هاي السالوت او الكريس بسبب انه بكون في اتشينج، الرجي عند الطفل اتشينج وبضل هيك يطلع انفه لفوق فبصير في عنده زي كريس. هاي الكلابينج بتعرفوها مفروض، الكلابينج هي مش ساين اوف ريسبيراتوري ديستريس، هي ساين انه في عندي كرونيك ديزيز وكرونيك هايبوكسيا، من ضمنها زي الديفرنشال دياجنوستس سيستيك فايبروسيس، برونكايكتسيس، زي في كمان امراض بالقلب انفكتيف اندوكاردايتس، في اذر زي الاي بي دي كمان ممكن يكون ديفرنشال دياجنوستس للكلابينج، بس مهم كتير بالريسبيراتوري اكزامينيشن. خلصت الجنرال اكزام اوف ذا بيشنت، رح ابلش بالاشياء اللي باي ريسبيراتوري اكزامينيشن حتى لو بالادلت اللي هو الانسبكشن. بالانسبكشن بدي اول اشي ابلش من ذا فوت اوف ذا بيد عاده. شو السبب؟ لانه بقدر اشوف التشست مزبوط، اشوف السيمتري موفينج وذ ريسبيريشن ولا نوت موفينج، اذا في اي ديفورميتي بعلق عليها. بعدين بنتقل at the right side of the bed. مهم كتير موقع الإكزامينر بالنسبة للمريض مهم. أول إشي at the foot of the bed بعلق على حكينا chest shape moving with respiration إذا في أي asymmetry. بعدين بنتقل على ال right side of the bed، رح أشوف shape of the chest، في عنا abnormal chest shape زي pectus excavatum، هذا البكتس إكسكافيتر اللي هو كونجنت الانومالي اوف ذا ستيرنم والريبس، او بكتس كارينيتا، او البارل تشست، او كايفوس كوليوسس اللي هي بنشوفها من الباك عاده. غير هيك بالانسبكشن كمان بنعلق اذا في اي سكورز، وإذا في سكار بنعمل ديسكريبشن للسكار، السايت تبعها، اللينث تبعها، الكلر تبعها. بدي أعلق ممكن أشوف chest drain. ليش أنا بقى ممكن أركب chest drain لبيبي؟ شو الأسباب اللي ممكن تخليني أركب chest drain لبيبي؟ هذا chest drain شو رأيكم؟ pleural effusion، وين بيكون effusion؟ pneumothorax صح؟ و pleural effusion yes both، يعني يا إما عندي بالpleural space يا عندي fluid أو عندي air
النوموثوركس بيرفيوجن. طيب سكند بعد الانسبكشن في عندي البالبيشن. اول اشي بعمل جنرال بالبيشن لكل تشست عشان تكومنت اذا في عندي امفيزيما او تندرنس. بعدين بعمل مور سبيسيفيك بالبيشن تو بوزيشن ذا ابيكس بيت وذا تراكيا. هلا الابيكس بيت هي خلينا نحكي اكثر شيء انفيرين ان لاترال انا ممكن احس فيه الهارت بيت. عاده بتكون بالميد كلافيكولار لاين ان ذا فورث تو فيفث انتركوستال سبيس. طبعا ممكن تكون ديسبليس اذا في عندي مثلا هارت فيلر او هايبرتروفي. واي شود لوكيت برضه او بوزيشن ذا تراكيا زي الادلت. بس هي الفكره انه غالبا بالتشيلدرن هي شيء انكمفورتبل واحنا ما بنعملها خاصه بالسمول تشيلدرن. بتساعدني تراكيا انه احدد في ميدياستينال شيفت ولا لا. بعدين بالبالبيشن حكينا انه اول شيء احنا جنرال بالبيشن الانفيزيما والتندرنس. السبيسيفيك بالبيشن فور ذا ابيكس بيت فور ذا تراكيا. وبرضه انا بعمل اكزامينيشن لاريا بالهيل اوف ماي بام ات ذا ليفت باراستينيال بوردر عشان اشوف اذا في هيف. الهيف هو زي بحس شيء بيرفع بايدي زي بالبابل امبلس ذات ليفت ماي هاند. هذا الهيب إذا حسيته على الليفت بارسترنال أريا this is indicated إنه ممكن يكون عندي pulmonary hypertension. فهذا related إنه في عندي respiratory problem. شغلة تانية إنه بدي أشوف chest expansion وبدي أشوف tactile vocal fremitus. هدول بدهم إنكم ترجعوا للفيديو تشوفوا كيف بنعمله. طيب بعدين في عندي percussion. percussion برضه البيركشن إشي مزعج وإشي إحنا ما بنعمله للإنفنتس أند تودلرز، بنعمله للأطفال الأكبر شوي. أهم إشي بالبيركشن والأوسكلتيشن هو الكمباريزن بين رايت أند ليفت. ما ببلش بالرايت بعمل بيركشن بعدين بالليفت، لا بعمل رايت ليفت رايت ليفت على نفس الأريا عشان أعمل كمباريزن. رح أبلش من أبوف ذا كلافيكل وأصير أنزل بالتدريج top to the bottom including the axilla. I should percuss the axilla. بتعرف تعملوا percussion او شفتوا كيف بنعمل percussion بمحاضرات المدسن؟ انتوا اخذتوا محاضرات مدسن؟ انا معتمدة انكم اخذين percussion. حدا بيعرف يعمل percussion؟ دكتور تعال. تعرف تعمل percussion؟ اعملي percussion على الطاولة. أخذته يعني طيب ممتاز خلص أوكي. مارق عليكم يعني محسسيني إنه إشي غريب. طيب إذن you should percuss the areas from right to left مع comparison including the axilla. بعدين بعمل auscultation with comparison including the axilla. بشوف برضو vocal resonance using the stethoscope. تعرفوا كيف الفوكال ريزونانس بنعمل؟ كيف التكتايل فوكال فريمنتس بنعمل؟ تكتايل فوكال فريمنتس بالبالبيشن بحط ايدي وشو بخلي ايش يحكي؟ 44 او 99 اوكي. وطبعا في خلينا نحكي ديزيزز. كنت تعرف شو الديزيزز اللي بيزيد فيها التكتايل فوكال فريمتس؟ كل هذا بكتابكم. مثلا بالنمونيا اذا شفت في اريا فيها انكريز تكتايل فوكال فريمتس ممكن تكون هاي كونسوليديشن النمونيا. نفس الاشي بحكي نفس الاشي بالاوسكلتيشن. بخلي المريض يحكي نفس الاشي وبس بسمعها بالسماعة بدل ما احسها بايدي. هذا هو الفوكال ريزونانس. طبعا بس اخلص الاكزامينيشن لازم احكي انا شو الفايندينجز تبعتي للاكزامينر تو كومنت على الفايندينجز. اهم اشياء بدي احكي عنها اول شيء الاير انتري. شو ممكن يكون عند الطفل؟ يا اما جود بايلاترال اير انتري او ديكريز على وان سايد او ديكريز بايلاترال. هاي الاشياء اللي ممكن انا الاقيها بالفيزيكال اكزامينيشن. فأي شود كومنت اون ذا اير انتري تايب اوف ذا بريذنج. تايب اوف بريذنج في عندنا البرونكيال وعندنا الفيسيكولر.
البرونكيا اللي هو عادة بيكون بسمعه وأنا على التريكيا بيكون هارش أكتر وبيكون في بوز بالنص. الفيزيكولر بسمعه بالبيريفري أوف ذا لانج بيكون سموث وبيكون الانسبيريشن أطول من الإكسبيريشن وما بيكون في بوز. هذا الانسبيريشن إكسبيريشن بالبرونكيا تقريبا بيكون أطول، بالفيزيكولر هاي الانسبيريشن أطول من الإكسبيريشن. هذا نورمال بالتريكيا والبروكسيمال برونكاي أو بالبروكسيمال برونكيال تري، وهذا نورمال باللانج بيريفري. طيب في أي سؤال على الريسبيراتوري سيستم إكزامينيشن؟ طيب هلا الكارديو باسكولار إكزام، في عنا أشياء عامة بدنا نحكي. أول شيء don't palpate the radial or carotid artery للبيبي below 3 years. شو بنحس بدالهم؟ إيش بنحس للبيبي؟ the brachial. we palpate the brachial instead، مش الراديال ولا الكاروتيد. هذا الراديال وهذا الكاروتيد، إحنا بنفحص البراكيال بالأنتيكيوبيتال فورسا. طيب زي اي سيستم بدي ابلش بجنرال اكزامينيشن للطفل. جنرال اكزامينيشن راح اعلق اذا في ساينز اوف ريسبيراتوري ديستريس، نفس الساينز اللي حكيناهم من قبل. سويتنج مثلا طفل اذا كان عنده هارت فيلير ممكن يكون عنده سويتنج. وبدي اعلق على السراوندينج اكويبمنت، عندي نفس الشيء، عندي او 2، عندي نيزل كانيولا، عندي فنتليتر. وطالما انه هو سي بي اس اكزامينيشن ان جنرال مش بس بريكورديوم، انا اي شيء بالهاندز او بالفيس بدي اعلق عليه. بالهاندز بهمني البيرفيرال سينوسس، بهمني الكابيلاري ريفل، بهمني البلس، وممكن اشوف السبلنتر هيموريج اللي هي بكون مثل هيموريج على الاظافر موجود بالانفكتيف اندوكاردايتس. البلس زي ما حكينا احنا البلس باقل من 3 سنين ما رح اشوفه لا بالراديال مش زي الكبار ولا بالكاروتيد، رح اشوفه بالبريكيال. وبدي اعلق على الريدم تبعه، هل هو ريجولر ولا مش ريجولر. بدي اعلق على الريت تبعه والاماونت. الفيس بدي اشوف اذا في بلر او سنترال ساينوسس. النك الجي بي بي، اخذتوا الجي بي بي ولا لا؟ أخذتوها؟ لا؟ طيب بحاول اليوم نشوف الفيديوز ببعث لكم كل هاي الأشياء. طيب هلأ جينا بنفحص pre-cordium examination. دكتور خليك معنا، خليك معنا دكتور. طيب كارديوفاسكولار اكزامين او البري كارديو اكزامينشن، بعد ما خلصنا الجنرال اكزامينشن والاشياء الريليتد بالهاندز وبالفيس، رح اجي على البري كارديو. ببلش زي ريسبيراتوري ات ذا اند اوف ذا بيد، بعلق على التشست شيب سيمتري وموفينج وذ ريسبيريشن او لا. بعدين المميز بالسي بي اس اكزامينشن انه ما في عندنا بيركشن، ما إلها كلينيكال سيجنيفيكانس أعمل بيركشن بالسي بي اس إكزام. ففي عندي بس إنسبكشن بالبيشن أند أوسكلتيشن. هاي الأرقام اللي بين قوسين عشان للسهولة، يعني هلأ بنشوف شو همي إنه 3 3 4 plus 2 plus 2، عشان رح نشوف 3 أشياء بالإنسبكشن، 3 أشياء بالبالبيشن، 4 أشياء بالأوسكلتيشن plus 2 plus 2. هلأ بنشوف شو هي الثلاث أشياء اللي بتهمني بالإنسبكشن of the pre-cordium. هي السكورز، وزي ما حكينا اي سكار بشوفها سواء بفحص ريسبيراتوري، بفحص ابدومن، بفحص سي بي اس، بدي اعلق على السايت تبعها. فباجي بحكي ميد ستيرناتوم سكار مثلا، بعلق على بعمل ابروكسيميشن لللينث تبعها، وبعلق على الكلر تبع السكار. ما بحكي بس انه في سكار، لازم اعمل ديسكريبشن بحيث لو حدا مش موجود، حدا على التليفون، يتخيل كيف هي السكار اللي عند المريض. بدي اعلق على الديفورميتيز اذا عند الطفل اي تشست ديفورميتيز، حكيناهم تشست ديفورميتيز. واذا في فيزيبل بلسيشن، فيزيبل بلسيشنز مينز انه يكون يعني زي اشوف في ارتفاع
بالسكن زي هيك، اذا وطيت عند المريض وقربت على البيت في زي visible pulsation. سكند البالبيشن برضو ثلاث اشياء، الابيكس بيت. الابيكس بيت زي ما حكينا وي لوكيتد زي الريسبيراتوري سيستم، بشوف الموست انفيرير لاترال لوكيشن اللي انا بقدر احس فيه الهارت بيت، وبعدين اي لوكيتد بنزل شوي شوي بشوف بتوين اي ريبس وعلى اي لاين اللي هي المفروض انها تكون على الميد كلافيكولار لاين. طيب بعدين في عندي بدي افحص فور هيف اند ثريل. هلا برضه الباراستيرنال هيف حكينا عنها لانها ريليتد للشغلتين، ريليتد للسي بي اس اكزام وريليتد للريسبيراتوري اكزام، اللي هي بتدلني انه في عندي بالمونري هايبرتنشن. في صوت ها؟ طيب الهيف بحسها بال بماي بان ماشي، وبحسها على الليفت باراستيرنال اريا. اذا حسيت في عندي بالبابل امبلس ليفت ماي هاند، هاي انه في عندي هيب وممكن دلني على انه في عندي بالمونري هايبرتنشن. الثريل تختلف انه انا بحسها بماي فينجرز مش بال الهيف الهيل اوف ماي بام، الثريل ماي فينجرز. الثريل هي بعرفوها بالكتب هي بالبابل فايبريشن، هديك impulse lifts my hand، thrill palpable vibration. الهيب حكينا هي pulmonary hypertension ممكن دلني، thrill بدلني انه ممكن يكون في مرمر. thrill ما بفحصها بمكان واحد، بفحصها بثلاث اماكن، بفحصها بالapex اللي انا already I located، وبفحصها على left parasternal area والright parasternal area. هلا هدول الثلاث اماكن بالبالبيشن. هلا لو رحت على الاوسكلتيشن وانا سمعت ميرمر ممكن اضطر ارجع احس بشكل مفصل اكثر، اعمل ثريل على اكثر من مكان، كمان اعمل جريدنج للميرمر. الميرمرز له جريدز موجوده بماكلاودز، في عندي 6 جريدز اوف ميرمر. اول 3 ما بكون معهم ثريل يعني 1 2 3، وبعدين الثلاثة الثانية بيكون معهم الثريل associated with thrill. فهي الثلاث أشياء تبعت البالبيشن، الابك سبيد باراستيرنال هيب اند ثريل. طيب بعدين في عندي الاوسكلتيشن. الاوسكلتيشن كنا حاطين بين قوسين 4، فهو 4 لأنه هو في عندنا 4 areas لازم نفحصهم على ال على chest أو على البريكارديوم. We should auscultate them both بالبل وبالديافرام. في حدا بيعرف بيعرف الأريز هاي؟ إيش طب احكي أيورتك بالمناري. طيب إذا في بتعرف وين موجودة طيب؟ يعني وين الأريا؟ وين بدي أحدد أنا؟ هاي وين موجودة؟ right second intercostal space ماشي، وهاي لا ايش حكينا؟ aortic. طيب هون second intercostal على left للبلمونري، بعدين lower left external border للترايكسبت اذا في عندي اي ترايكسبت مرمر، أو إذا في عندي بي اس دي ممكن أسمعها بهذا المكان. وبعدين في عندي الأبكس اللي برضو أنا عملت لها لوكيشن بالبالبيشن، بسمع بالبل وبسمع بالديافرام. الأبكس هي منطقة المايترال بال. شو يعني هدول؟ هدول إنه إذا في عندي مشكلة بالمايترال سواء مايترال ريجرج أو مايترال ستينوسس، أفضل مكان أسمعها بالأبكس. هلا كنا حاطين برضو 4 بلس 2 بلس 2 بلس 2 أول بلس 2 اللي هي لأنه في عندي مكانين رح أسمعهم زيادة على هاي 4 areas for radiation. الأيورتيك أريا مثلا for example سمعت فيها ميرمر وشكيت إنه أيورتيك ستينوسز، ممكن يعمل لي radiation على الكاروتيد، فأنا برضو لازم أسمع الكاروتيد for radiation of the aortic stenosis murmur.
وبالنسبة للمايترالي جيرج، لو كان في عندي مايترالي جيرج ميرمر رح يعمل راديشن على الأكزيلا، فأنا بسمع كمان الأكزيلا، فأنا بسمع 4 areas، بسمع plus 2 أول إشي اللي هي الراديشن for the aortic stenosis in the carotid وراديشن of the mitral regurg in the axilla. هاي أول plus 2. ال plus 2 الثانية هو 2 maneuvers نعملهم تفضلا. يس خلص you perform، اعمل full physical examination يعني. طيب هلا البلس 2 الثانيين اللي هم التو مانوفرز ممكن يساعدوني اكثر اسمع اذا في مايترال ستينوسيس او ايورتيك ريجرج. انا خلصت سمعت الفور ارياز وسمعت تو راديشن بوينت، بضل في عندي اول مانوفر اللي هو فور مايترال ستينوسيس. اي اسك ذا بيشنت تو تيرن تو هيز ليفت، يصير بالليفت كيبتس بوزيشن، وبسمع باي ذا بيل الأبكس. هنا هاي هذا المانوفر بيساعدني إذا في ميرمر فور مايترال ستينوسيس. تمام. طيب المانوفر الثاني هو فور أيورتيك ريجرج. I ask the patient to lean forward وبعدين fully exhale وstop his breathing. بخليه exhale completely وstop breathing in expiration. بعدين بسمع at the left parasternal border. هنا يعني افضل مانوفر ممكن اسمع فيه الايورتيك ريجرج ميرمر بوضوح. تمام. خلصت الاوسكلتيشن وخلصت تقريبا خلصت السي بي اس اكزامينيشن. ما بدي انسى تو بالبيت الابدومين فور هيباتوميجالي، لانه احنا حكينا سي بي اس اكزامينيشن بدي افحص اي شيء ريليتد لاي سي بي اس باثولوجي. مثلا بالهارت فيلر ممكن يكون عندي هيباتوميجالي، مع انه الهيباتوميجالي ممكن انه هي اورجان انه له دخل بالجي اي تي او بالابدومين اكزامينيشن، بس لا طالما انها ممكن تكون كومبليكيشن من هارت فيلر اي شود بالبيت فور هيباتوميجالي. I auscultate the lung bases. ليش أنا بعمل auscultation the lung bases بال CBS؟ شو ممكن يكون عندي؟ نمونيا لها دخل بال CBS exam؟ أنا بفحص CBS. دكتورة فضماري إيدي ما نس. طيب وتشيك فور ساكرا الإديمة برضو، ساكرا الإديمة على الساكرا بعمل بريشر، إذا الموست بروميننت بوينت من الساكرا بعمل بريشر زي البيتنج إديمة اللي بعملها برضو على الشن، برضو مفروض إنكم تعرفوها صح؟ بضغط على الموست بروميننت بوني بارت، بضل تقريبا 30 سكند ضغطة، بعدين بفلت، إذا صار الاندنتيشن مفروض بسرعة خلصي الضغطة تروح، أما إذا ضل إندنتيشن فترة فهاي بيكون في عندي بيتنج إديما. طيب what else ما حكينا عنهم؟ نيوبون إكزامينيشن رح نعمله بسكيز لاب، أبدومينال إكزامينيشن، CNS إكزامينيشن، وديفلوبمنتال أسسمنت. ديفلوبمنتال أسسمنت دكتور مهدي مفروض على 10:15 يعني هلا مفروض يعطيكم إياها. أبدومين الإكزام CNS إكزام بلكي بالفيديوز بتحضروهم لحالكم. في أي حد عنده سؤال؟ طيب هو في محاضرة هلا يا جماعة. بس أرد على التليفون بصير. شكر. تفضلي. بالنسبة لل.